طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. أنا سيدي جرى عليا الراجل من الدار، دابز معايا وضربني بالتليفون وجرى عليا من الدار فهاد الليل، وما عندي حبيب فين نمشي. أنت لا كتشوف الحالة ديالي، أنت القصة ديال العواول عندي، ما عندي لا فين نمشي لا عائلة لا والو، وأنا غير كارية ما خدامة ما والو. أنت لا كتشوف الحالة ديالي كيفاش عاملة. الشي اللي كان وليدي كنطلب منه الراجل جرى عليا وليدي، حيت جاب واحد اختو مريضه نفسانيا، كانت بلي ما كاد نعسه وحمقه كتضرب الدراري. ملي هضرت معايا ضربت لي ولادي، هضرت معاه قلت له خصك كتضرب الدراري، قال لي علاش، قال لي تخرج انت هنا وهي تبقى، وضربني بالتليفون للراس ديالي. انت شنو كيقرا وشنو كيعمل؟ هادو كيقراو لي، هذا ما كيقراش مسكين، كيبقى مع خوتو في الدار كيبقى، ولا كيجي مسكين كيما بيت ديك التاتره كيبيعها ويجي مسكين كيعاونني مسكين في الزمان. جاو عندك شي مسؤولين؟ جاو عندي غير المخزن كازو من هنايا، ما قالوا لي فاشنو كتعملنا. قلت من الراجل جرى عليا، وقعت دابا سير بات عند شي واحد اللي كتعرف ولا شي جيران كتعرفهم، ونهار تينا جي ديك الساعه دير بهم حذر. وانا ولدي انت كتشوف ما عندي فين نبات، نبات في الزنقه هنايا، شتي اللي غادي ندير؟ ما عندي فين غنمشي، انا نبات هنا في الزنقه. دابا كنطالب المحسنين اللي في قلبهم الرحمه، الله يرحمكم وادين جاز عاونوني، عاونوني فهاد العواول. انت تشوف مشردين في الزنقه، ما عندي فين نسكنوا، ما عندهم فين يمشيو. الله يجزيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين.